تمكنت فرقة حماية الممتلكات الثقافية للدرك الوطني بتيبازا من حجز 5 قطع أثرية، 4 بنادق طويلة ومسدس تعود إلى القرنين 17 و18 ميلادي. وبعد استيفاء جميع الإجراءات تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين تم معاينة عدة قطع وتحف فنية وأدوات قديمة معروضة للبيع من طرف صاحبة المحل، وهي امرأة في العقد 8 من عمرها دون حملها لأي وثائق خاصة بالقطع، ليتم حجز 7 قطع 5 بنادق ومسدسين. بعد إجراء الخبرة العلمية على القطع المحجوزة بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي، تبين أن 5 قطع منها أثرية وأصلية فعلاً، 4 منها بنادق طويلة تعمل بتقنية البارود الأسود وآلية قدح بحجز الصوان، يعود تاريخ صناعتها إلى القرنين 17 و18 ميلادي، بالإضافة إلى مسدس أو طبنجة يعود كذلك إلى نفس فترة صناعة البنادق، ليتم رفع جنحة بيع وإخفاء أشياء متأتية من عمليات حفر أو تنقيب مكتشفة بالصدفة، زائد التجار بالأسلحة من الصنف الثامن بدون رخصة من السلطات المؤهلة قانونيا، في انتظار تقديمها أمام السلطات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.